الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن
الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وَالضِّيَافِ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس
الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر
تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا منصتين خاشعين إلى آية ذكر الحكيم، إلى تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الحج، تلاها القارئ الشيخ محمود حسين منصور، ونقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد سيدي معروف بالقاهرة في هذه المناسبة الكريمة، ونحن ننقل صلاة الجمعة من هذا المكان.